الحضور ديالي بحال اي فنان جينا نشاركوا في هذه المناسبه ديال هذا الشاب هذا، وراه كاين ماشي هو، كاين شباب اخرين تا هما بعد في الحاله هذه، ويعني اكثر واكثر الانسان خصو يعاون. انت وانا كان نداء للفنان كله يعاون بحال هذه المسائل هذه الاجتماعيه، والانسان مريض وعيان وديكابي ولا افوغل ما كيشوفش عين او وبزاف كاين عندهم امراض اخرى كاع. هو الحدث اكيد انه انطلاقا لا من المكونات ديالو لا من الهدف ديالو لا من الناس اللي ساهرين عليه ولا الناس اللي واقفين عليه، كيدل انه ان شاء الله غادي يكون من بين اجمل الاحداث اللي غادي توقع في سنه 2019 الا ما قلناش في 10 سنين الاخيره. كلنا كنعرفوا الفنانه اللي شرفونا واللي اكدوا لنا الحضور ديالهم واللي عطاونا التعاون ديالهم، اكيد اسماء معروفه اسماء مشهوره واسماء فيها من الجانب الانساني ومن الطيبه والطيبوبه ما يكفي انها تتعاطف جدا مع هذا الحدث. واللي يمكن لي نقول لكم هنا هو انهم كاينين فنانين اللي على سبيل ذكر للحصر قادر جابوني جاي من لا فرونس على ود خصيصا على ود الحدث، دنيا باطمه ما غاداش تكون في المغرب ولكن غتدخل خصيصا على ود الحدث الى اخره. اذا الحدث كيتكلم على نفسه، الجانب الانساني فيه طاغي جدا وجدا، المداخيل ديالو غتمشي لكوب اللي كاملين تعاطفنا معاهم وكاملين كنعرفوهم ياسين وسهام، ودابا ما بقاش نقول غير الكوب نظرا لازدياد المولود الجديد جاد وهذا ما كان. هو الفكره جات اننا شنا التصاور ديال سهام وياسين في فيسبوك باغازا، وجمعنا حنا ليكيب كاملين اللي ديجا كنا تنخدموا مع بعضياتنا، فكرنا اننا نعاونوهم، درنا ومشينا تلاقينا معاهم. هو في الاول كانت غتكون غير رجل، نديرو ليه نركبو ليه رجل اصطناعيه، ومن بعد بدات الفكره غادي كتكبر. فكرنا قلنا علاش لا ما نشريو لهم شدار، ندير لهم بروجي يعني اللي غيعاونوا في الحياه. صافي واقترحنا الفكره على الناس، تريتور من القاعه الفنانين كلشي رحب بالفكره، كلشي بغى يعاونوا، يعني هادشي كيدل ان الخير باقي في البلاد وان الفنانه كيتسناو غير الفرصه باش يعاونوا الناس، وكاين اللي فنانه اللي كيعاونوا في الخفاء اترافيغ لورغانيزاسيون ديال دي زيفينمون، اترافيغ لورغانيزاسيون ديال دي فواياج اون جروب، اترافيغ لورغانيزاسيون ديال كيلكو غالا دو شاريتي. اون افي سا با مال دو فوا، بزاف ديال المرات نظمنا حفلات للمداخيل ديالهم والارباح ديالهم مشاو يا اما للخيريات يا اما لدور العجزه. اذا جاتنا الفكره علاش لا نبقاو في الجانب الانساني ونتعاونوا مع هاد الكوبل ياسين وسهام باش يكون عندنا عليهم واحد التاثير ايجابي ولو شيئا ما، حيت حنا ما غاديش نغيروا الاقدار ديال المساله اللي خص يعرفوها المغاربه، اقدار ما غنبدلوهمش، داكشي اللي مكتب لهم الله سبحانه وتعالى غادي يعيشوه، غير حنا نحاول ولنا شرف المحاوله، والحمد لله المحاوله حاليا على ما كيبان انها ناجحه بنسبه كبيره. علاش ناجحه بنسبه كبيره؟ حيت الناس التي كي تبارك الله ديال ليفينمون كيتباعوا، كاينه لا دوموند، لي زارتيست كلهم مشاو معنا في ليفينمون.